ومن جهة أخرى انخفضت أرباح سيتي جروب بنسبة 9% في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تم تخصيص مزيد من الأموال لتغطية مخاطر التخلف عن سداد القروض خاصة على بطاقات الائتمان. وانخفض صافي دخل ثالث أكبر مقرض في الولايات المتحدة إلى 3.2 مليار دولار مقارنة ب 3.5 مليار دولار قبل عام. وارتفعت الإيرادات بنسبة 1% إلى 20.3 مليار دولار.